عايز اروح لها. تعالى نروح بقى. امشي عارف. مش هينفع اسيبك كده. هو انت مهتم بيا ليه يعني؟ ده انت حتى عمرك ما شفت مني ريح حلو. انا اصلا عمري ما اديت لحد ريح حلو. أنا أوسخ واحد ماشي على الأرض يا عارف. مش هتشوف أوسخ مني. عمري ما خدت حاجة أنا عايزها. حتى الإنسانة اللي حبيتها مات. وأنا لسه عايش. أدب المكارم عايش. هادي لسه عايش. وهو السبب في كل اللي احنا فيه ده. هو السبب. وطي صوتك يا ملوان. الناس هتنزل تصلي الفجر. ما تيجي تصلي الفجر. ولما صلى هيحصل ايه؟ يمت ربنا يلحمه. يلا يا ملوان. يلا. انت عايزني اصلي الفجر؟ اه. صلي الفجر ليه؟ ربنا لحمته واسعة ملوان. أكيد هيهديك.